الزراعة والأمن الغذائي قرية منتجة، عنوان كان يعد مؤشرا هاما من أجل تنمية الريف المصري، عنوان اتخذته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ليكون محور الحديث خلال ورشة تضمنت مدى تأثير المشروعات القومية في تطوير وتقوية الزراعة والوقوف على قدم وساق لتحقيق أفضل مستويات للأمن الغذائي في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية. كان لقاء دسم جدا، وكان فيه كثير جدا من الاطروحات والمشاكل وايضا الحلول اللي قدرنا او التوصيات اللي حطينا بيها. يمكن اهم التوصيات اللي هتكلمنا فيها النهارده كانت متعلقه ب طبعا صناعه الدواجن وازاي الدوله عليها تدعمها بشكل كبير جدا. بنتكلمنا عن تحقيق الامن الغذائي ليس فقط في الزراعي ولكن ايضا كمان في الداجني والثروه الحيوانيه وايضا متعلق بالثروه السمكيه. كانت من اهم التوصيات ايضا هي الزراعات التجميعيه والزراعات التعاقديه وكيفيه عمل القرية كوحدة واحدة واستغلال الموارد في القرى وخصوصا المرأة المعيلة في جعل القرية قرية منتجة. تشوف القرى المميزة جدا وبتدعمها بمشروعات تقدر تفتح فرص عمل جديدة للشباب موجودة في كل قرية. النهاردة في مشروعات كمان استبدال السلالات المحلية بالسلالات الأجنبية من الأبقار، وده بيعمل هامش ربح كبير جدا للمزارعين والفلاحين والمربيين. لم يقف حديث التنسيقية عند هذا الحد فقط، بل امتد ليشمل دعم الاتحادات المنتجة والتأمين على صغار المربين داخل القرية لتكون وحدة إنتاجية والاستفادة من تدوير المخلفات الزراعية وضرورة قيام الاتحاد التعاوني بدوره في خدمة الزراعة والمزارعين.